كابتناني، بما انك كنت مهاجم متميز، عايز اتكلم في ظاهره يمكن برضو الناس ما اتكلمتش عليها السنه دي. هداف النادي الاهلي السنه دي مش راس حرب، وليد سليمان. هداف النادي الاهلي السنه دي وليد سليمان لاعب تقريبا معدل دقائق اللعب بتاعته 38 دقيقه، جايب 8 اهداف وعامل 11 اسيست، صناعه فرص. شايف ان الظاهره دي ما حدش اتكلم عنها ولكن تعتبر ظاهره غريبه شويه؟ هي غريبه، وفي حاجه كمان يا كابتن، يعني معدل السن بتاع وليد سليمان كبير كمان. انت بتتكلم في تقريبا 36 سنه او 35، فبرضه راجل في السن ده وراجل هداف الفرقه ونسبه اللعب بتاعته قليله بالشكل ده، ونفس الوقت برضه الراجل ما كانش بيبدا ماتشات كتير فكان بينزل كبديل، فالحاجات دي كلها طبعا وليد عمل موسم استثنائي. انا شايف ان هو موسم بصراحه لازم نديله حقه فيه، الراجل اشتغل كويس قوي، عمل موسم هايل بصراحه. حتى مع الراجل لما جه مستر موسيماني برضو، الراجل اول ماتش او ماتشين ما كان وليد ما كانش بيشارك، الراجل برضو قاعد ومفيش اي مشاكل خالص بالنسبه له، وبيتعامل باحترافيه كبيره جدا. وليد احنا بنعتبر وليد من اللعيبه الكبيره في الفرقه، واللعيبه اللي هي خبره كبيره جدا في الفرقه، ولازم يكون ليه دور اتكلمنا فيها، ولازم يكون ليه دور حتى في الماتشات الكبيره زي ماتشات افريقيا اللي المفروض ان شاء الله باذن الله الاسكان الماتش اللي فات او الماتش اللي جاي.